السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة نشتغل إن شاء الله مع بعض على الجزء الايزومتريك، إزاي نرسم منظور هندسي. أخدنا 3 دروس قبل كده ب3 مسائل، وطبعا إحنا بنشتغل في الايزومتريك بالأسلوب ده، إن الدرس هيكون تطبيق على مسألة نتعلم فيها على طول الجديد، يعني نتعلم اللي إحنا عايزين نتعلمه على طول في المسألة. تمام، ما نبدأش نشرح إن إحنا نقعد نشرح أساسيات بقى على طول وكده وبعد كده سيبك تروح أنت تطبق. لأ، احنا اللي احنا نعمله ان احنا هنعمل ايه، ان احنا دايما اي حاجه جديده او حاجه عايزين نعملها هنعملها في ايه، هنعملها في مساله على طول. تمام كده، اخدنا الاساسيات في الجزء الاول وكملنا بقى في الجزء الثاني، وعرفنا امتى ازاي احدد المسقط اللي انا ابدا اشتغل منه المنظور، وبعد كده عرفنا التجويف بيتعمل ازاي، وازاي ان بيبقى ممكن التجويف ممكن يبقى منه سوليد لاين وجزء هيدن لاينز، خدناها في الدرس اللي فات. النهارده بقى هنكمل ان شاء الله على الموضوع ده بالدرس الجديد او المسألة بقى الجديدة والفكرة الجديدة، وهي ازاي لو انا عندي تجويف بس التجويف ده مش في مستوى عدل، التجويف ده في مستوى مايل، اعمل ايه؟ تمام، هو ده اللي احنا ان شاء الله هناخده في الدرس ده. تعال نشوف كده مسألة بسيطة. طيب احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا، هنلاقي هنا عندنا مسألة فيها اليفيجن مساحة واحدة، مساحة واحدة تمام، فيها هيد لاين تمام. لما نزلت البلان هلاقي ان عرض المساحه الكبيره دي هو طالع لي مساحه في البلان. الكسره دي، الكسره هنا دي لما نزلت لقيتها خط، فده معنى ان المساحه دي هي المساحه دي. تمام باشمهندس، ما هو واضح، يعني ما واضح ان المساحه دي هي المساحه دي. لا، ما هو بعد كده هنشوف ان انا عندي ممكن يبقى جسمين في المساله. تمام، عندي مساحه صغيره ومساحه كبيره وعندي كذا جسم، فازاي احدد انهي جسم؟ انا بحدد مثلا الكسره دي طالعه خط هنا، يبقى العرض لو انا رحت رسمت الاليفيجن اخد العرض فين؟ اخد العرض اللي هو المساحه الواحد 2 3 4 5 6 اللي هو العرض ده كله من بلان. تمام، هنشوف الكلام ده دلوقتي. لو بصيت هنا الهيد لاين ده قصاده ايه؟ قصاده مستطيل هنا، هنفهم برضو الموضوع ده ايه. فاحنا هنبدا بان احنا قلنا من اول المره اللي فاتت، قلنا ان احنا في التجويفات زي الحاجه دي، لان دي هيد لاين وطالعه في نص البتاع، والتجويف ده طالع هيد اللاين ليه؟ لان انا لو بصيت في البلان هلاقيه مستطيل هنا، ما هوش من الاول. يعني انا لو بصيت كده هل المستطيل ده بيقابلني في الاول؟ لا، ده في مربع هنا اهو، يبقى هو فعلا يطلع هيدن. طب هو ليه طالع سوليد في البلان يا باشمهندس؟ لان انا لما ابص كده على الاليفيجن هلاقي ان دي المساحه اهي، لو هلاقي ان دي المساحه، يعني نحددها ونبقى نمسح اهي، فهتبقى دي هي دي المساحه، صح؟ هي دي المساحه، المساحه دي بادئه من اول خط، مفيش مربعات فوقيها، فده معناه ان هي لما ابص من فوق اشوفها وبتبان لي كده في البناء. على فكره لما ابص في السايد فيو برضو هي بادئه لي من حدود الجسم، يبقى انا لو رحت ارسمها برضو ايه؟ سوليد لاين. الحاجات دي احنا خدناها مع بعض في استنتاج المسقط الثالث لو لسه فاكر الكلام ده يعني. تمام، طب انا مسح الكلام ده ونشتغل بقى ايه في شغلنا على طول. احنا كنا بنشتغل ازاي؟ كنت هتقول لي يا باشمهندس احنا كنا بنشتغل ان احنا رايحين راسمين ماسكين الاليفيجن ده راسمين. هل الاليفيجن على طول؟ لا، قلنا مش شرط الاليفيجن، الحاجه اللي فيها تفاصيل الجسم. المستوى المايل اللي هنا ده طلع في الاليفيجن ولا في البلان؟ في الاليفيجن، يبقى يفضل ان انت تبدا بالاليفيجن. احدد نقطه، ماشي، احدد نقطه واقول ده حاجه مختلفه اهو. لو انا مشيت كده اكس اهو، ولو مشيت كده زد، النقطه دي لو انا سميتها ايه دي هنا فين؟ ايه دي تنفع تبقى دي، صح؟ وتنفع تبقى دي، وتنفع تبقى دي، وتنفع تبقى دي، وتنفع اي حاجه على الخط ده تطلع هنا، هي النقطه دي، صح؟ بس انا ليه قلت النقطه دي؟ لان انا عندي جسم واحد في الشكل. لما اشوف بقى ان شاء الله لما يبقى في جسم هنا افهمك الكلام ده بقى بالتفصيل. يعني هبدا ان انا اروح ارسم، فهقول ارسم بقى خطوط، هقول ان انا هبدا من هنا امشي 6 واطلع 6 وامشي 3 واقف، جبت بدايه الايه؟ المستوى المايل، امشي من هنا اطلع 2 اجيب نهايه المستوى المايل واوصل. فانا امشي كده 6 6 3، امشي من هنا 2 وصل الكلام ده بقى، خلاص انت ايه؟ طب المفروض تبقى حافظه. بعد كده تاني خطوه ايه؟ اشوف العرض، العرض هنا 6 مربعات، يبقى امسك كل نقطه ادخل منها كام؟ ادخل منها 6، خلينا بنفس الخط اهو، ادخل منها 6، هعد 6 مربعات
أعد 6 مربعات. خد بالك انا بعمل من كل النقط، ها كل النقط. يعني ايه؟ يعني انا كده يا باشمهندس خلصت، انت كده خلصت. لو انت مطلوب منك سوليد لاين هتروح توصل ويبقى قفل، بس لو مطلوب منك هيدن هيبقى فاضل ان عندك النقطه دي لازم تدخل لجوه 6 مربعات برضو، صح كده؟ فانا خلينا مثلا نخليها الهيد لاين بلون يعني اخف شويه، ونجي على اهو 3 2 3 4 5 6 واقف. حلو، واوصل النقط دي ورا. دي وصلت بدي، دي هتوصل بدي. اوصل بدي، المفروض ده يخش ويطلع كده، يعني ده يدخل لهنا ويطلع كده عشان نفس الشكل اللي اتكون قدام يتكون ورا لو انا مطلوب مني هيد اللاين. خلاص، فاحنا خلينا برضو اهو اوصل اوصل. شايف انت نفس السطح اهو اتكون ورا، يبقى انت الهيد اللاين بتاعك مظبوط. خلينا بقى ايه نقطعها تقطيعه كويسه كده. طبعا انت مش انت المفروض ترسم طبعا هيد اللاين على طول يعني، بس معلش اوبشن ده فعلا. انت برسم هيد اللاين محترم بالشروط اللي احنا قلنا عليها في اول فيديو خالص، واحنا بدأنا في الرسم في الترم الاول قلنا لك اللاين تايبس يعني ايه المفروض تشتغل ايه، اشتغل بالاسلوب ده. خلاص كده، طيب كده احنا ايه رسمنا الجسم لو انا عندي الجسم المايل ومفيش تجويف. طيب انا عايز ازود التجويف، التجويف ده ايه بقى؟ هتلاقي ان انت عندك التجويف ده سيادتك، بص كده معايا بقى، هتلاقي ان انت التجويف ده كده، التجويف ده عندي في حته في مستوى مايل وحته في مستوى عدل، تمام؟ التجويف هنمشي بنفس الاسلوب اللي انا هقول لك عليه. التجويف ده مكانه فين يا باشمهندس؟ هل هو مكانه في بداية الجسم ولا في آخر الجسم ولا في نص الجسم؟ يعني هو إيه؟ في الحتة الوسطانية، ماشي؟ هو لا في آخر، يعني ما هو مش متوسطن هنا، يعني لو كنت شده من هنا كده كان هيبقى متوسطن، بس هو في مكان ما في النص، صح كده؟ طيب إيه الخطوات؟ روح ارسم الهيد لاين بتاعه على السطح اللي بره. يا باشمهندس بس هو مش بره، يعني هو التجويف مش هقطع من هنا، ده أنا هقطع في مكان ما في النص. هريموف ماتيريال، مش إحنا فاكرين إن إحنا شغالين بالكونسبت بتاع إن إحنا بنعمل إيه؟ بنرموف ماشي ماتيريال، يعني انا برسم الشكل العادي وبعدين اشيل ايه منه جسم، اشيل منه حته. خلاص، الحته اللي هتشال دي في النص، طب انا ليه هروح ارسمه هنا؟ بس اسمع كلامي وروح ارسمه وهتعرف ليه. طيب يلا بينا، هنروح نرسم الايه البتاع ده كالاتي اهو. انا عايزين لون يعني، ماشي باشمهندس، ده هنا طلع مربع، دخل مربعين وبعدين طلع لحد فين؟ هل 3 مربعات ولا لحد ما خبط في المستوى المايل؟ لحد ما خبط في المستوى المايل. طب اعملها ازاي اهو؟ هسيب مربع، ماشي، هسيب مربع وامشي مربعين اهو، خط خفيف كده اهو، واطلع لحد فين؟ لحد هنا؟ لا، لحد ما اخبط في المستوى المايل. الله ينور عليك. انا رسمت الخط دي خطوط عمل، رسمته كخطوط عمل ليه؟ هتقول لي يا باشمهندس اول ما يخبط في الخط ده بنسموها ايه؟ نرده، ماشي، يعني سميها بس كده معايا. هو احنا هنرده للمستوى ده، مش هو مرسوم هنا؟ لا، اهو هودي النقطه دي في اتجاه الواي. طب ليه لا يا باشمهندس؟ هقول لك بعدين. اول ما يخبط هنا هروح فين؟ اهو اتجاه الواي، اتجاه الواي. ها، طيب اتجاه الواي يا باشمهندس مفيش خط امشي عليه، امشي موازي بقى لاي حاجه في اتجاه الواي، تمام كده؟ انا بس همشي شويه يعني يبقى شكله كويس شويه، اعتقد كده يعني فوق سن اهو. حلو، يبقى احنا رسمناه وبعد كده رحنا عاملين ايه؟ اول ما خبط هنا في النقطه دي في المستوى المايل رحت رده، اول ما خبط هنا رحت رده في اتجاه الواي. حلو كده، انت رسم اكس زد فوديته في اتجاه الواي. عارف الخطين دول يا باشمهندس اللي انت رسمتهم دول بيعملوا لك ايه؟ دول بيعملوا لك حدود الحته اللي هتتقطع. يعني ايه حدود الحته اللي هتتقطع؟ يعني انا لما اقطع حته هنا بالنسبه لفوق، فوق اخر هنا وتحت اخر هنا، تمام كده؟ طيب يا باشمهندس ادي عملنا اول خطوه كده، انا حددت حدودي من فوق ومن تحت، انا عايز بقى احدد مكان بقى اللي انا هقطع فيه بالظبط. هتلاقي هنا ان هو ساب مربع بعد كده قطع ال3 مربعات دول، صح؟ يبقى انا هروح اسيب مربع، تمام، اسيب مربع واعمل حدود، يبقى دي حدودي الجزء اللي هيتشال. طيب اعملها ازاي؟ بص يا سيدي، مش انا فوتت مربع اهو، على المستوى العدل امشي عدل، على المستوى المايل امشي مايل،
يعني ايه مايل يا باشمهندس؟ مايل يا هندسة يعني ان الخط ده، ثانية، يبقى بارلل للخط ده. حلو. طيب تاني، يلا انا خط اهو تاني، همشي بقى واحد اتنين تلاتة اللي هما الواحد اتنين تلاتة دول، واحدد الحدود التانية على العدل. امشي عدل، ثانية مش هعمل الخط بتاعي على العدل ده، امشي عدل على المايل، امشي مايل. مايل يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني موازي الميل اهو، هيطلع مثلا عشان يبقى مايل انا بعمل كده. حلو كده، دي حدود البتاع، بحيث ان دول كلهم، ثانية، كل دول بوظوا بعض. وصلت؟ طيب قفل لي يا باشمهندس الشكل، يلا بينا نقفل الشكل. تعالى بقى نجيب ال، اول حاجة هحسن لي على دول اهو اللي انا رسمتهم دول اهو، دي الحدود بتاعة التجويف بتاع، بص 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 انا هحسن عليه اهو. احسن على دول، حدود التجويف بتاعتي خلاص حددتها اهو اهو. هل الايدج دي، هل الايدج دي ليها لازمه؟ لا ملهاش لازمه، يبقى تعالى نشيلها لان خلاص الجزء ده هيتشال، صح اهو. يبقى انا الجزء ده هيتشال، يبقى انا الجزء ده هيتشال اهو. طب هو انا كده خلصت؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لان انت حددت بس الحدود من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، لكن شكل التجويف من جوه انت عملته؟ لا لسه. الشكل ده جوه مش المفروض يتكون لي اوضه هنا؟ ايوه يا باشمهندس، ما الاوضه انت عاملها بره بالخفيف اهي، اعمل اختها بالتقيل، واحده من هنا اهو، ثانيه معلش الله اهو، هي مربعين لو هطلع لحد المايل اهو، مربعين. بص اللي هيحصل يا باشمهندس، هطلع لحد المايل هتلاقيه، بص هتلاقيها ظبطت فين لو انت شغال صح. ماشي حلو، هنا همشي مربعين واطلع لحد المايل توصل هنا، بس هتطلع مربعين وتوصل لحد المايل ايه؟ بالهيدن. الله ينور عليك. يبقى انا ممكن اعمل، بص انا هعملها لكم بايدي بقى، يعني ايه هحاول كده يعني، طبعا هتبقى تطلع شويه صعب شويه بس يعني نحمل بعض. مربعين اهو، مش شايفهم، داروا في الحيطه صح. طيب مش في خط هنا بقى اللي واصل هنا كده، اللي الحيطه الرأسيه مع الحيطه الافقيه تعمل لي تعمل لي حرف الاوضه هنا؟ يبقى بص بص اعمل ايه من هنا، هيدن اهو. اول ما اخش بقى في الحته دي، اصبحت الحته دي اقدر اشوفها، يبقى انا ارسمها ايه؟ ارسمها سوليد من اول هنا. الاحظ ان اي حاجه في التجويف هنا اشوفها، فعلا رسمت الايه؟ رسمت الاوضه. طيب فاكرين الخطوه اللي انا قلت لكم ان انت اول ما تخلصها تعمل ايه؟ قلنا اول ما تخلص يا باشمهندس تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اروح اجيب، اقول لو انا بصيت من هنا اجيب اليفيجن. هل لو بصيت من هنا اجيب اليفيجن؟ هل انا فعلا هشوف نفس الشكل اللي هنا ده؟ هشوف فعلا، صح الشكل نفس الحاجات دي، وهشوف فعلا هيد اللاين بتاع الحيط بتاع الاوضه اللي هنا دي، صح ماشي. اروح اجيب بلان، البلان فعلا، هبص هشوف حاجه شبه حرف اليو هنا، ايوه هنا اهي، والبتاع اللي في النص دي هتبقى هي دي. ده انا كده ايه كده، انا مظبوط خلاص. لازم الخطوه دي مهمه. طب تعالى نراجع احنا عملنا ايه لما بشوف في تجويف حته منه عدل وحته منه مايل. انا بعمل ايه؟ انا برسم كانه مش موجود، رسمت كانه مش موجود، بروح احط التجويف ده بالهيد اللاين ده احطه بره اهو، رسمت مكانه بره، يقطع يقطع، اجي رايح عامل ايه؟ رددهم في اتجاه الواي، ماشي رديتهم. حلو، يبقى انا عرفت حدوده من فوق ومن تحت. طب حدوده من اليمين ومن الشمال اعمل ايه؟ بص للبلاين هنا، سايب مربع وبعدين قطع في الثلاث مربعات وساب مربعين، سبت مربع وبعدين رحت عامل ايه؟ رحت عامل طلعت مع العدل، مشيت مع المايل، طلعت ثلاث مربعات هنا اهو، مشيت مع العدل عدل، مشيت مع المايل مايل، بحيث يكون بيوازي الميل. مع الحدود اللي فوق عرفت حدودي، حسنت عليها، وبعدين كونت الشكل من جوه. كونت الشكل من جوه عايز اتخيل؟ لا، لان اللي هيتكون لك جوه هو نفس الشكل اللي انت رسمته بره، هو نفس شكل الهيد اللاين ده، بس هيتكرر مره للحيطه دي بس مش شايفها هيدن، مره للحيطه دي بس مش بس شايفها سوليد، وده الخط اللي واصل ما بينهم اللي يفصل لي الحائط الرأسي مع الحائط الافقي ده، يبقى الجزء ده هيد اللاين والجزء ده سوليد لاين. حلو، يا ريت يكون المساله دي استفدتوا منها. دي الحاجات دي لازم تعملها بايدك، مش هتفهمها وتدخل دماغك كده غير لما تعملها بايدك. خلاص اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وحاجات اكثر صعوبه من كده ان شاء الله نشتغل فيها مع بعض. شكرا جدا.